السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من ضمن الاختيارات اللي كانت المفروض تبقى ديفولت او افتراضيه في برنامج زوم الا هو الكوهوست. ده هتلاقيه لما تدخل في الاكونت في السيتنج في الميتنج بيزك، هتلاقي كده من ضمن الاختيارات كوهوست. هل ينفع الهوست يعمل كوهوست ويبقى في اكتر من كوهوست موجود ولا لا؟ فانا شايف ان هو المفروض ان هو يكون متفعل، تمام. لما تفعله بيبقى في امكانيه ان انت تخلي كذا مساعد ليك، ممكن يكون انت مثلا بتدي محاضره وتخلي واحد تاني يركز في ان هو يرد على الاسئله. فالاختيار ده من الاختيارات المهمه. برضو من الاختيارات المهمه موضوع السكرين شيرنج، مين اللي يقدر يعمل شيرنج، الهوست اونلي ولا كل الناس اللي موجوده، تمام. مين برضو اللي يقدر ستارت شيرنج وين سمون ايلس شيرنج، يعني لو انت حد بيشرح ينفع حد تاني يعمل شيرنج ولا لا؟ انا شايف هوست اونلي، لازم التاني يقفل الشيرنج عشان ابدا انا اعمل شيرنج.